هذا نيشا جي ال بي 1 جلوكاجون بيبتايد، فشي مقارب يعزز من افراز الانسولين، يحسن من شغل الانسولين. القصد وين؟ القصد انه انا الانسولين اعطيه من رب العالمين، لازم اقول الحمد لله وشكرا. الحمد لله. نجي انه هو ازعاج البي حاليا انه هو انجكشن اوبر، فهذه الخطوه الجايه انه يتحول الى فموي، وهاي الخطوه ترى اكثر من شركه عندنا، مو بس جامعه سيدني، واكو شركه واصله للمرحله الثالثه من التجارب اللي هي اللي ما بعدها الافراز، يعني الانتاج للناس اذا الله راد، وان شاء الله اتوقعي سنتين ثلاث سنين ممكن يكون تحول الى حقيقه. حلو ان شاء الله. اذا احنا نريد نعرف هسه هذا الحكي على الانسولين، ويقولون هذه الانسولين الخالص خلينا نسميه اللي هو الطبيعي الواضح اللي دي يستخدمه اهل السكر، واكو يقول لهم لا اخذوا هذا البديل اللي هي تجي بطريقه اصابع يعني من اقلام اقلام تمام. هذه تستخدم بطريقه ثانيه، يقولون هذا هم ينزل السكر وهم يحافظ على السكر. تمام. فيا ريت نعرف الفرق. طبعا طبعا. مبدئيا الانسولين اللي ينفرز من الجسم يبقى بالجسم خمس دقائق ويطلع حسب حاجتك. فاذا اكلت حيكون افرازه هواي ويطلع ورا خمس دقائق، واذا ما اكلت راح يكون افرازه قليل. بين الوجبات لما تاكل اذا اكلت اي يعني انا اذا اكلت صار عندي جلوكوز بالدم هواي. فالانسولين يدخله للخلايا بين الوجبات، الانسولين راح يروح للكبد يبني جلايكوجين، يبني خزين يضمه للمستقبل. فالمفروض انت اثناء فتره انه السكر عالي بجسمك يكون افرازه عالي، من السكر قليل بجسمك يكون افرازه قليل. زين. مشكله وين؟ انه اذا اخذت انسولين لو تاخذه كل خمس دقائق ولازم كل خمس دقائق تقيس وتاخذ، وهذا مو منطقي، صح هسه المضخات سوتها. لو قالوا خلينا نخترع فد اختراع يخلينا الانسولين بطيء يغطي ما بين الوجبات، وانسولين سريع يغطي الحاجه الشديده الحاجه الهوايه، فصار مننا على مبدا انه صار عندنا انسولين صافي وانسولين خافض اللي هن الفيالات اللي متعودين عليهن الناس. بعدين لقوا انه ذني ما يتوافقن 100% ويا القمه مالت الجلوكوز، والطويل الامد اللي المفروض ما بيه قمه يصير بيه قمه ويسوي هبوط ورا فتره. زين. فتغير تركيبه جينيتيكلي انجينيرد هندسه جينيه، فسووا ذول الاقلام، فهم كلهم انسولين بس الانسولين معدل عليه يعني هم انسولين هم كلهم انسولين بس معدل عليه بحيث انه يقوم يوافق اكثر شيء ممكن ويا اسلوب الحياه ويشبه الطبيعي. مو خطر؟ هو مو خطر؟ الخطوره الوحيده بالانسولين انه اذا اخذ اكثر من استحقاقه فيسوي هبوط. زين. بينما انت عندك هواي علاجات مالت سكر كحب هم يزيد افراز الانسولين وهم ممكن يسوي هبوط بالاضافه للاثار الجانبيه مالته. صح. فاني لما هذا امن يعني لما احكي للمرضى انه هذه ماده طبيعيه موجوده بجسمك، اذا اخذتها بشكل صحيح راح تستفاد منها بشكل صحيح. بينما نعم. عندنا سرمد كان يريد يحاول يعني هو يلعب كمال اجسام فنصحوه انه يصعد جسمه بالانسولين. فهاي شنو المشكله هنا؟ أسوأ نصيحة ممكن تاخذها هاي، إذا كان إفراز الأنسولين بجسمك طبيعي فعندك غدة نخامية تحدد حاجتك وتنطيك الزايد أو الناقص، إذا أخذت شيء من برا أنت تلعب بتوازن فيزيولوجي. والأنسولين أنا صارت وياي موقف صيدلاني والمفروض هو أعرف الناس بالأدوية ده يصعد جسمه. أدى جروث هرمون وأدى إنسولين. الإنسولين يقولوا له أخذ وحدتين اللي هي كلش قليلة. والجروث هرمون يأخذون 200 وحدة. غلط في يوم من الأيام. فأخذ الإنسولين 200 وحدة وأخذ الجروث هرمون وحدتين. وليلة كاملة إحنا وعائلته نتمنى إن رب العالمين يدفع عنا هاي الغيبوبة وإنه يعيش. فأي أحد يقول لأحد تأخذ إنسولين هو ما يستحق، يعني مثل ما شخص ده يقول له أحرق نفسك أو أشمر نفسك بالنار.